قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم. الرقراقي: إذا لم أحقق كأس إفريقيا 2023 أو 2025 سأرحل وسأعتبر نفسي فاشلا. عاجل: النظام الجزائري يقبل بشرط القجاعة بفتح المجال الجوي أمام المغرب ولكن بشرط واحد. الإعلام الجزائري يهاجم المغرب مجددا بسبب الشان وكأس العالم للأندية. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار. الرقراقي: إذا لم أحقق كأس إفريقيا 2023 أو 2025 سأرحل وسأعتبر نفسي فاشلا. قال مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الرقراقي أنه سيرحل عن تدريب المنتخب إذا فشل في الوصول إلى المربع الذهبي خلال كأس إفريقيا لسنتي 2023 و 2025. وأكد الرقراقي في حوار مع قناة بليس الفرنسية: لا زالت لدي أهداف مع المنتخب الوطني المغربي، بلوغي لنصف نهائي كأس العالم يخول لي بالتأكيد التدريب في أوروبا، كل شيء مرتبط بكأس الأمم الإفريقية، لقد وضعت شرطا على نفسي على أنه في حال عدم بلوغ المربع الذهبي فآنذاك قد تأخذ الأمور طريقا آخر. وأضاف: إذا لم أحقق لوطني كأس إفريقيا 2023 أو 2025 فسوف أرحل وسأعتبر نفسي فاشلا. عاجل: النظام الجزائري يقبل بشرط القجاعة بفتح المجال الجوي أمام المغرب ولكن بشرط واحد. على بعد أيام فقط على انطلاق شان الجزائر، ما زالت مشاركة المنتخب المغربي في هذه البطولة التي تقام على الأراضي الجزائرية لم تتضح بعد بسبب التعنت الجزائري الواضح. آخر المعطيات تشير أن النظام الجزائري قبل بشرط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بفتح المجال الجوي أمام طائرة المنتخب المغربي ولكن بشرط واحد، هو أن الطائرة التي ستقل المنتخب المغربي ستكون طائرة تونسية وستنقل مباشرة إلى مدينة قسطنطينة حيث ستلعب العناصر الوطنية عوض الخطوط الجوية المغربية. المعطيات ذاتها أوردت أن الرد لم يتأخر، إذ رفضت الجامعة الملكية هذا العرض رفضا تاما، قبل أن تشير ذات المصادر أن احتمال انسحاب المغرب من هذه البطولة يبقى أمرا واردا ومحتملا. وهددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على هامش اجتماع المكتب المديري بالانسحاب من كأس إفريقيا للمحليين في حال رفض الجزائر استجابة لشروطها بالسفر مباشرة إلى قسطنطينة وبطائرة مغربية، إذ اعتبرت أن دفتر التحملات يفرض على الجارة الشرقية توفير الظروف الملائمة أمام المنتخبات المشاركة سواء من حيث التنقل أو الإقامة. وأوقعت قرعة كأس إفريقيا للمحليين المنتخب الوطني لكرة القدم بالمجموعة الثالثة إلى جانب كل من غانا والسودان والموزمبيق. بشكل صادم: الإعلام الجزائري يهاجم المغرب مجددا بسبب الشان وكأس العالم للأندية. قام الإعلام الجزائري بشن حملة هجوم على المغرب وذلك بسبب تزامن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية مع افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر وذلك يوم الجمعة المقبلة 13 من يناير، وذهبوا إلى حد القول بأنها مقصودة من المغرب. وأكدت صحف وقنوات جزائرية ناطقة بلسان نظام العسكر جهلها للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي يصر على تنظيم مونديال الأندية، وزعمت أن المغرب هو من حدد موعد القرعة ليتزامن مع افتتاح الشان. وحاولت الصحف والقنوات التابعة للعسكر الرفع من قيمة الشان على حساب مونديال الأندية، وقالت إن المغرب يسعى لإفساد النسخة الأخيرة من التظاهرات الثانوية في القارة الإفريقية، وأنه يحاول توجيه الأنظار إلى الرباط في نفس يوم حفل الافتتاح بالجزائر، بينما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صاحب القرار في تحديد موعد القرعة وبقية الأمور المتعلقة بالمنافسة على لقب البطولة. جدير بالذكر أن السبب وراء موجة الهجوم المتواصل في الاستديو التحليلي لبعض القنوات الجزائرية على المغرب هو عدم تأكيد حضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى حفل افتتاح الشان بالجزائر الذي سيتضامن مع مراسم سحب قرعة المونديال توبي الرباط. برشلونة يسعى للتعاقد مع مغربي جديد.
بدأ نادي برشلونة الإسباني مساعيه للحفاظ على لاعبه الواعد المغربي الأصل لامين يامال الذي لم يبلغ بعد 16 من عمره، وينظر لها باعتباره أحد أهم جواهر أكاديمية لاماسيا التابعة للنادي الكتالوني. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحفاظ على يامال بات أولوية إدارة برشلونة في ظل مطامع العديد من الأندية الأوروبية التي تلاحقها وتتحين الفرصة لخطف اللاعب حين بلوغه 16 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن الأداء المبهر الذي يقدمه يامال دفع إدارة برشلونة للتسريع في خطوات إقناعه وعائلته بتوقيع أول عقد احترافي بعد بلوغه السن القانوني، حيث ينتظر النادي شهر يوليوز المقبل الذي يتم فيه اللاعب 16 عاما من العمر. وقالت الصحيفة إن برشلونة سيلتقي بالفعل مع ممثل يامال في الأيام القادمة للبدء في وضع أسس عقد جديد، مؤكدة أن يامال يريد البقاء في برشلونة والنادي يعرف بالفعل أنه لن يكون هناك تحرك مفاجئ قبل سماع اقتراحه. وأضافت أن ما يبعث على التفاؤل في برشلونة هو أن وكيل يامال هو نجم برشلونة السابق إيفان ديلابينا الذي كان متعاونا في أوقات سابقة حين التفاوض مع لاعبين آخرين يشرف عليهم مثل إيريك غارسيا وغافية. وبحسب ماركا فقد لفت يامال المولود في 13 من يوليوز 2007 انتبه تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الذي دعاه أكثر من مرة لخوض التدريبات مع الفريق الأول. وينتمي من لامال لأصول مغربية وغينية استوائية، وسبق له الدفاع عن أنوال منتخب إسبانيا لكرة القدم تحت 16 عاما في 4 مباريات، ويطلق عليه بين أقرانه في أكاديمية لاماسيا اسم ميسي الجديد بحسب ذات الصحيفة. ورغم صغر سنه شارك يامال في مباراة فريقه برشلونة للشباب تحت 19 عاما بإشراف المدرب أوسكار لوبيز، ويتميز المغربي بقدرته الكبيرة على المراوغة إضافة إلى حسه التهديفي أمام المرمى، وهو يجد اللعب في أكثر من مركز سواء على اليمين أو كمهاجم رئيسي أو خلف المهاجمين، كما أنه يلعب بقدمه اليسرى. وقالت الصحيفة إن برشلونة سيلتقي بالفعل مع ممثل يامال في الأيام القادمة للبدء في وضع أسس عقد جديد، مؤكدة أن يامال يريد البقاء في برشلونة والنادي يعرف بالفعل أنه لن يكون هناك تحرك مفاجئ قبل سماع اقتراحه. إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم. الرجراجي: إذا لم أحقق كأس إفريقيا 2023 أو 2025 سأرحل وسأعتبر نفسي فاشلا. عاجل: النظام الجزائري يقبل بشرط القجاعة بفتح المجال الجوي أمام المغرب ولكن بشرط واحد. الإعلام الجزائري يهاجم المغرب مجددا بسبب الشان وكأس العالم للأندية. قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار.